في ناس بعتت لنا انها بدأت تواجه مشاكل في المطبخ بعد الاستخدام لمدة سنة او اتنين. انا المهندس رامي الخشاب، متخصص في المطابخ، جاي اقول لكم ازاي نتفادى الاخطاء دي قبل ما نعمل المطبخ. اول خطأ عندنا علاقة الحوض بالرخامة. لازم لما اجي اركب الحوض يكون في نفس سوى الرخامة، بمعنى يبقى نفس المستوى، يا اما انا هحفر له اخلي بتاع الرخام يحفر له، او اخليه يبقى ساقط تحت الرخامة. حلو، ليه؟ عشان اقدر لما اجي يبقى في ميه على الرخامه ازيح الميه من هنا تنزل على الحوض عشان هو نفس المستوى. تاني حاجه عايزين نتكلم عليها علاقه الرخام بالمطبخ، بمعنى ان انت لو عندك المطبخ عمقه 60 يبقى لازم الرخامه زياده عنها 4 سم. تمام، ليه؟ عشان خاطر اقدر لما يكون في ميه موجوده على الرخامه تنزل على وش الدرف وما تاثرليش على الخشب جوه. في ناس بتستغنى عن المدخنه اللي فوق البوتاجاز، بس انا عايز اقول للناس دي ان الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ لان ده بيخلي الابخره اللي بتنتج عن البوتاجاز او الدهون اللي طالعه من البوتاجاز بيتشفط على طول، لان هو تحتيه على طول، لان احيانا بيبقى اصلا احنا عندنا شفاط مراكب بعيد عن البوتاجاز، الشفاط اللي هو الحائطي. فاحنا عايزين نقول لا، ده ما يغنيش عن ده، احنا محتاجين يكون المدخنه بتاعتنا فوق البوتاجاز على طول عشان خاطر يمتص كل الابخره وما يبقاش البيت او المطبخ مليان بريحه بتاعه الابخره والزيوت والحاجات بتاعه الطبخ. ناس كتير بعد ما بتشتري الاجهزه بتاعتها تيجي تدخلها المطبخ ما تعرفش ده ايه سببه، ان هو كان عامل مقاس المطبخ عرضه اقل من 80 سنتي. لازم الناس تبقى واخده بالها من النقطه دي، ان هو ما بيعرفش يدخل الاجهزه بتاعته داخل المطبخ. غلطه اوعي تقعي فيها ان انت تحطي البوتاجاز جنب الثلاجه او جنب الدولاب، يعني لازقين في بعض. القصد ان هما ما يكونوش لازقين في بعض، لازم يكون في بينهم مساحه عشان البوتاجاز ما يحرقش الثلاجه او يحرق الدولاب. دلوقتي احنا عندنا نوعين من المفصلات، مفصله بتفتح وتقفل عادي، مفصلة بتفتح وتقفل سوفت كلوز. مفصلة السوفت كلوز دي ممكن تبوظ مننا لو استخدمناها غلط. ازاي؟ ان انا دلوقتي المفروض لما افجي افتح الدرفة واقفلها ما اضغطش عليها للاخر، لا، افتح الدرفة واقفلها سيبها هي تقفل لوحدها عشان المفصلة ما تبوظ. حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في التأسيس، تأسيس السباكة بالذات، لازم يكون عندي الخلاط بتاعي يكون معمول شجره، ما يكونش معمول حائطي، يعني ما يكونش راكب في الحيطه. ليه؟ لان ده هيديني حريه حركه وانا بعمل الديزاين، ان اقدر اتحرك مثلا حوالي 40 سم يمين 40 سم شمال عشان اقدر احط وحداتي بشكل منتظم او مظبوط. ناس كتير جدا بتطلب مننا الوحدات العلويه تبقى نفس عمق الوحدات السفليه عشان يبقى عندها تخزين اكتر، بس ده غلط كبير جدا، لان انت لما تيجي تستخدم الرخامه بتاعتك وتبقى بتعمل عليها شغل المطبخ ممكن دماغك تتخبط، فلازم يبقى وحدات العلوية اقل في العمق من الوحدات السفلية. حاجة كمان لازم الناس تاخد بالها منها وهي بتأسس مطبخها، هي وهي بتشتري السيراميك يكون سيراميك املس، ما يكونش خشن شوية. ليه؟ عشان الابخرة والزيوت والحاجات الناتجة عن الطبخ ما تمسكش في التفاصيل الصغيرة في السيراميك فيبقى فيه صعوبة في التنظيف. لازم يكون السيراميك زي ما قلنا املس عشان يبقى سهل التنظيف. في التأسيس بتاعنا لازم يكون البلاعة بتاعتنا بعيدة عن الوحدات بتاعنا بتاعت المطبخ، يعني تكون بره الوحدات ما تكونش جوه الوحدات، دي لازم ناخد بالنا كويس منها قوي. الحاجة التانية ان انا ما احطش البلاعة دي في مكان انا بستخدمه كتير، يعني مثلا ما تبقاش قدام الحوض او قدام بوتاجاز، هلاقي نفسي على طول عمال بدوس عليها وهتفضل مضايقاني، فلازم اخد بالي كويس قوي في التأسيس بتاعي بتاع السباكة. يا رب تكونوا استفدتوا معانا، ولو في اي كومنتات او اي تعليقات او اي استفسارات يا ريت تبعتولنا، واحنا ان شاء الله هنرد عليكم في الحلقات الجايه.